محمود خلصينا بقى من القهوة، خلينا نبلش بالكوسة. يلا حبيبتي. ها ريتا دايمة صحة وهنا. صحة وهنا. هاتي لي كاس المي. ايه بتأمري أمر. تفضلي قربي لي الطاولة. حاضر تفضلي. هادي الكوسة. ايه حاضر تفضلي. قومي جيبي لي صحن صغير وحطي فيه شوية ملح. ليش؟ بدي لك كراس الكوساية مشان يذبل. حكم هذا الكوسا نزه كتير. شوفي شلون طقي. طب شوي شوي محمود، لا تستعجلي ما بطق. معلشي جيبي لي شوية ملح. أوان أنا ما بعرف أحفر الكوسا بدون ما لبكه بالملح مشان يذبل تمه. حاضر محمود. تكرم عيوني. عجبتك يا عبد المعين لتعيني، لقيتك يا عبد المعين تنعم. عم تحاكيني؟ لا عم بحكي مع حالي ام محمود. هي من حال ام محمود، تفضلي. يسلموا ايديكي، يسلموا ايديكي، عزبتك انا ما هيك؟ لا ولو، نحن اللي عم نعزبك معنا ام محمود. لا يا هنا، عيب تحكي هالحكي، عيب، نحن جيران والجيران لبعضها. الله يخليكي يا رب. ايه ها؟ الملح غير شكل، شوفي شوفي شلون هو دبلت. بعتلك قتلك شو صغيرة. شو هذا ام محمود؟ خير شوفي هاي الكوساية سميكة وبدها حفر كمان. هيك أحسن أطيب. بس جميل ما بحبها هيك، بحب قشرة رقيقة. أنا هيك بعرف، بخاف إذا حفرت أكتر بخشها. إيه معلش أم محمود لا تعذبي حالك، أنا بحفر الكوسايات، فوتي أنت جهزي التتبيلة، الرز منقوع واللحمة جنبه. التتبيلة شغلتها بسيطة، هلا بخمس دقايق منجهزها، بس أنت تجهش لي بقوم أنا براسي بتبل لك إياها. ما قلت لك لا ترقي كتير؟ هي مبخشيت. معقول كون هنا برات البيت لهلا؟ ام محمود ردي على التليفون، ايديني مشغوله. على عيني، الف طلب مثل هالطلب. الو؟ معقول كون غلطت بنمرة بيتنا؟ الو؟ الو؟ مين محمود؟ رد عليهم البلاطة، ما حدا رد. الو؟ الو مرحبا، عفوا هون رقم 446316. قديش رقمكم؟ 446316. ليش؟ مزبوط الرقم، مين بده؟ مو هون بيت جميل الحمصي؟ جوزك من بيت مين؟ من بيت الحمصي، ليش؟ ايه مزبوط، مين بده؟ مين حضرتك؟ انا ام محمود سعدية مسعود. مين ام محمود؟ جارته للاستاذ جميل الحمصي. ممكن احكي مع هنا؟ شو بدك منا؟ جوزها مو هون. لك انا جوزها. اهلين جارنا، شو ما عرفت صوتي؟ وانا ما عرفت صوتها. شلونك جارنا؟ شلون شغلك؟ من وين عم تحكي؟ عم بحكي من الشغل، ممكن تعطيني هنا بدي احكي معه. مو تكرم عينك؟ لحظة، جوزك بده ياكي. يلا جاي. تلي سمع على اذني ذكرتك. الو؟ اهلين جميل، مشتاقت لك. كنت بالسوق عم اشتري شوية اغراض. يلا جميل ماني فاضيت لك، شو بدك؟ عم احفر كوسا. شو قلتي؟ عم تحفري كوسا؟ لا قصدي عم اطبخ الكوسا. الله يعطيك العافية، كنت خايف اليوم اجي على الغدا ما لاقي الكوسا المحشي مطبوخ. لا اطمن رح تيجي وتلاقيه مطبوخ. مع السلامة جميل. طولي بالك لسه ما خلصت كلامي. يلا جميل قلي شو بدك، ماني فاضية. محبسك؟ لا ما شفته. طيب ممكن شوفي لي على رف المغسلة بالحمام لكون شالحه هنيك ونسيان. جميل ماني فاضية هلا.
هلا اتركي كل شيء من ايدك ودوري لي عليه. قلت لك ماني فاضيه، بعدين ليش محمول كل الأد على المحبس؟ خلاص ضاع بيلتقى. وضل انا بدون محبس ليلتقى؟ ايه شو فيها؟ شو فيها؟ ايه شو فيها؟ لك شلون شو فيها؟ هذا المحبس رباط مقدس بيجمعني انا وانتي، بتقولي شو فيها؟ يا جميل المحبس شغله رمزيه، بعدين اللي بيجمعنا حبنا مو 4-5 جرامات ذهب. هذا رايك؟ طبعا. استوى البطيخ المحشي؟ عم بحفره. عم نحفره؟ ايه جميل قصدي عم بطبخه. ايه طوشني بشغله المحبس تبعك، ما خلتني اعرف احكي. يلا باي، ماني فاضيه لك هلا، باي. سكري سماعه. شو بده؟ قال بده يعني يترك من ايدي وقوم دور له على المحبس الضايع. بس ضايع ليك ليك. شو هالمره هي؟ قال فكرت راح تقيم الدنيا وتقعدها مشان المحبس، طلعت مو فارقه معها منوب. وهي الحشوه صارت جاهزه. ممتاز، وانا خلصت الحفر. هات يا حبيبتي تعال. لا تكوني ما بتعرفي تحشي محمود. لا يا هنا، انا ما بعرف بحشي، انا احسن وحده بحشي بهالبنايه وبكل الصايع. هات يا حبيبتي تعالي. تيلي يا نون قربي يا اوعي كناء. ليل العاشقين يا ليل، ليل العاشقين. شو كمالتها؟ ايش بعرفني انا فاضي هلا اتذكر. ليل العاشقين. شو هذا ام محمود؟ شوفي عم تحشي كثير. لا ما كثير عم بحشي. ايه بس هيك بيطلع المحشي مرزرز. اطيب، كل ما كانت الرزه واقفه كل ما بيطلع المحشي اطيب، بلا ما يطلع ملهليط. بس جوزي بحبه ملهليط. لا اذا جوزك بحبه ملهليط لازم تلهلطي له اياه لجوزك. اتاكلوه بالهنا يا هنا. الله يهنيكي، عذبناكي معنا ام محمود. بالعكس تسلي، يعني طقت روحي لحالي وانا بالشقه بام عراسي. اماني اماني هنا، اذا احتجتي مساعده او معونه دقي علي، بيجيكي ولو على الاربعه وين ما كنتكم. يخليكي يخليكي. هاتي رح ساب فنجان قهوه بقى. لوين ام محمود؟ انا باخذهم على المطبخ وبعمل لك القهوه بعيوني. لا لا تحسبي حالك، انا بساويها للقهوه الا اذا اعتبرتيني غريبه. لا شو غريبة ام محمود؟ صار لك ساكنة بالبناية شهر، جارتنا. الباب على الباب، شو غريبة؟ معناتها رح ساوي انا القهوة. هو على راحتي، بس انت لهلا ما بتعرفي وين البن وين السكر. هات يا عمي. بستدل حبيبتي بستدل، دور بلاقي لك الحرامي شلون بيسرق. لك تضرب هديك الساعة اللي طلبت منك تساعديني فيها. تضرب. فواكه حبيبتي ام محمود. انت دخيل عينك، شو رايك انا اللي اعمل لك فنجان القهوه وادي لك اياها لعندك؟ لا هنا روحي انت ارتاحي، اليوم تعبت كثير بحفر الكوسه وحشيه، روحي روحي ارتاحي. ماني تعبانه، شوفي بقى حلاني لساتني مثل ما انا، بعدين ما فيها شيء اذا انا ساويت لك القهوه ام محمود. يا هنا خذيها قاعده وتذكري اني ام محمود قالت لك هالكلام في يوم من الايام، اذا بدك ضيفك يعتبر حاله كانه ببيته خليه يغلي قهوته بايده. بدك اياني يعني يحس اني مو ببيتي؟ لا شلون؟ خدي راحتك ام محمود، البيت بيتك. لكن حبيبتي تركيني اغلي القهوه على مرائي وروحي انت لبرا امسحي الطاوله. يلا حاضر. فلاور شو قال؟ قال يعني مشان النمل. قال بن يا طوقي يا ام محمود يا طوقي. شي 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 ليك ليك ليك، يبعث الكسر لايدي، ما بعرف شلون زبلط من ايدي وقع انكسر. هلا بلمونه. لا بسيطه ام محمود، انكسر الشر هلا نبلمه. لكن نروح على البيت لعندي جيب شويه بن مشان نساوي قهوه. يعني مصره تشربي قهوه؟ مشانك مشان تروقي. يكبر شانك، ان شاء الله عندي قطرميس ثاني. وينه؟ شو بدك فيه؟ مشان نساوي لك قهوه يا ام محمود. خديها قاعده مشان تتذكري انه في يوم من الايام هنا قالت لي انه الضيف اذا بده يعتبر حاله واحد من اهل البيت لازم يقعد بالصالون ويحط شريط فيديو ويقعد يتفرج عليه. روحي حطي شريط الفيديو وتفرجي عليه لبين ما اغلي لك القهوه. من قلبي من الفيديو، يقبرني ابني محمود بعت لي فيديو من خور فكان طول النهار بقعد بفقس فيه.
لك هنروح يتسمع لك على شي شريط كاسيت اغاني يعني. عندك اغاني لفهد بلان؟ صار وقت الاجتماع وما كنت لاقي المصنف اللي فيه تقارير رؤساء الاقسام. ما اجى على بالي هاي الشمقرين تغيب الا اليوم. جميل وصمر وطبعه عليك. الحمد لله الاجتماع لسه ما بلش. يعطيك العافية استاذ جميل. أمل، قصدي أنسي أمل، ليش اجيتي؟ مو على أساس إنك إجازة؟ اجيت مشان أقصد من أجل الاجتماع استاذ. طيب المصنف اللي فيه تقارير رؤساء الأقسام وينه؟ ما خليت إني ما دورت عليه وما لقيته. ليكو خبيته استاذ، مشان هيك قطعت اجازتي واجيت. مزبوط. امك كيفها؟ امي كثير منيحة استاذ. انصرفي. حاضر استاذ. لا تفتلي. العين الطقني، انا شرشوحة، انا لقلوقة. يو العين تطرقك ما اشرشحك. حاضر استاذ. يا برني ما بيستغني عني. تفضلي محمود. اي أيوة والله من يد ما نعدمها. صحتين. يي صحي ما حكيت لك امبارح شو صار بيني وبين جوزي. جوزي انا؟ ايه جوزك انت الاستاذ جميل. جميل الحمصي مو الحمصي. ايه الحمصي. شو صار؟ امبارح خلصت جره الغاز من عندي، قمت بدلتها بوحده مليانه، ما عرفت ركبها، صارت تعمل فس. خفت ليصير عندي حريقه، اجيت دقيت عليكم الباب، ما كان في حدا غير جوزك. وبعدين؟ قال ما بيجي لحاله، كان بده يستناكي مشان يجي هو وياكي. وبعدين راح معك ولا لا؟ شديته من ايده غصب عنه واخذته. برافو عليكي. بتعرفي لو ما عملتي هيك ما كان راح معك. مو لانه مو حابب يساعدك بس لانه بيستحي. هو بيستحي وبس. قديش شايف رجال بحياتي، ما شفت رجال مثله بيخجل من النسوة. ليش شو سوا كمان؟ ما خلاني وقف جنبه وهو عم يغيرها للجلدة. غلبت فيه انه يشرب له فنجان قهوة بعد ما غيرها للجلدة. لا تغلبي، هرب هريبة من عندي. لك نيالك جارتنا على الرجال. يقولي الله يساعدك. ليش؟ خجل الزايد يا أم محمود عم يخجلني قدام رفقاتي. اشتهيته شي مرة يحاكي رفقاتي كلمتين حلوين يجاملهم يسايرهم. أبدا ما في خواص رح يجنني. سلامتك من جنان. شو وين أم محمود رايحة؟ تركيني عندي شغل بدي أروح. تركيني. ما بدي تتغدي معنا؟ ايه لا بدي أروح لعند جارتي أم محمد. ضروري بكون هلا عندها اخبار جديده. وبالنسبه للغدا ما بتفرق معي انا اتغديته معكم ولا لحالي. انت بس يستوي الكوسه ابعثي لي كم كوسه. هي يكرم عيني. مع السلامه محمود. بعيديها مره ثانيه. برجع بوصيك وبقول لك امانه، والامانه صعبه هنا. متى ما اعتستيني دقي علي الباب. بيجيكي لو على الاربعه وين ما كنت تكون. ام محمود شباكي لبكي بين ايديكي بخدمك بعيوني انا. تخيل عيونك يا ام محمود. شاطرك. الله معك. انا يعني اذا ما بيصير سئلي اسكبي لي مع المحشي شويه مرقه. بحب المرقه مع المحشي انا. ايه غالي وطلب رخيص ام محمود. عم تقل عليكي ما هي. لا ولو عادي دخيلك انا. يعلم الله يعلم الله اني حبيتك انت وجوزك سوا. يا سلام ما اظرفتكم تنقط وارض. هذا من لطفك ام محمود. ابقي سلمي لي على الاستاذ جميل. يوصل. هنان هنان
كيفك؟ كيف الشغل؟ حدا سأل عني؟ ما في شيء، قاعدة عم تطبخ وسامح شيء. انت شو بدك تطبخي اليوم؟ ليش وين جوزك؟ امتى رح يجي؟ لا؟ طيب ما زالك لحالك، تعي تغدي عندي. اهلا وسهلا. فركي يعني هون؟ بركي ملحق نحكي كلمتين قبل الغدا؟ ماشي. طيب ماشي، غيري ثيابك وعم بستناكي، ماشي؟ الله معك، بالسلامة، لا تأخري، باي. طالما تأمن غدا، خلاص لقيمة الطنجرة وحطها بالبراد، بلا ما تخل. قتلك قتلك ويضيع الغريم شيتك، إلهي. يبعتلك قتلك أنت الثاني. حمضة إلا كان حلوة. لك وسيم شبه تليفونك، صلي ساعة عم بتصل يطلع لي طوط 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 طوط. ها؟ شو مرتك صايرة مثل مرتي؟ إذا مسكت التليفون بتدبق فيه. المهم إيمنا هلا مسيرة النسوان، مو على أساس تمر لعندي تعلمني كيف مرتي تصير تغار علي. نسيت؟ إيه قوم قوم تعا. قوم وقف وقف، شايفك أنا، قوم تعا. مالك فاضي؟ طيب المسا تعال عندي على البيت. أنا بجي لعندها. مسافر؟ إمتى راجع؟ طيب لا تطول وسيم، أول ما بترجع خبرني على طول. عم عاني أنا؟ أنت بدك تساعدني؟ ماشي. بتجي لعندي هوا ها؟ هوا هوا بتجي لعندي. الله معك. أمل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش، ما ينتهيش. خلص؟ ما يحافظ أكثر من هيك، بكرة بحفظها كلياتها وبجي بغني لك إياها. يا بشني الوش يا بشني الوش. أنا كم مرة قلت لك لا تغازلني وخصوصا بالشغل؟ بلا شغل، الليلة وين بتحبي غازلك لغازلك؟ المهم إمتى بدك تهني علي وتتشوشيني يا قمر أنت يا قمر؟ جواز قبرصي ان شاء الله، ولك عندك ثلاثة، ما حاجتك، الله لا يشبعك. ثلاثة لا ريحة ولا طعم وما فيه شيء بيلمع، يا ملمعة انت يا ملمعة، بعدين انطفوا. ارجع شعلهم. حلوة هيك. مين؟ النكتة. ما زالك ضحكت، حط القهوة وارجع لشغلك، عندي شغل كثير. لا حطها. بس مالي رح اقطع الامل، يا امل انت 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 ولا انت الداري يلي ترمي معي. رح على طوله ولي على طوله اضوي. يبعت لك حما انت وهالقهوه. تفضلي، تعرفي لما جيتي اعتذرت مني؟ تفضلي. بس ما يتضايق جوزك. شو قصدي؟ ومن شو بده يتضايق؟ تفضلي. يعني بركي ما بيحب يتغدى مع نسوان غرب؟ لا يا عليكي، اهلا وسهلا. وين الولاد؟ لسه ما اجوا بالمدرسه، يسلموا هالايدين، ليه معذبه حالك؟ ما في شيء، شويه قرقيش للولاد. يسلموا هالايدين، ما قلتي لي وين سافر جوزك؟ بحلب عم يجيب بضاعه. بده ينام هني؟ لا يو، شو ينام؟ ما بخليه. وشو فيها اذا نام؟ بركي تطلب شغله يومين ثلاثه. ساعتها بروح معه. شو؟ بدك يعني اترك جوزي نام برات البيت لوحده؟ يا حبيبي، وبأوتيل كمان. لك حبيبتي اذا قعد جوزي مع الوحده بيدبق دبق، مو مثل جوزك. جوزي؟ وشو عرفك عن جوزي؟ حكت لي مها، قال امبارح كانت عندك، قعدت هي وجوزك، جوزك حط راسه بالارض وصار يدبك برجليه، ما استرجع يحط عينه بعينه. نيالك قديش بحبك. بحبني؟ حبيبتي هذا مو اسمه حب، هذا اسمه خجل. الله وكيلك، جميل عالتني بقصة الخجل تبعه. حب خجل ما بهم، المهم انه بحبك وما بيطلع على غيرك. لك يا ريت جوزي مثل جوزك بيخجل وما بيطلع بحدا. ليش جوزك شو بيساوي؟ الا ما يمرق له شي كان طلطيشة، على اساس شو انه مجاملة، على شو هالقوام وشو هالعيون وشو هالذوق. على كل بكرة بتتعرفي عليه والا ما ينوبك منه شي كلمتين. يا ريت جوزي مثله. هنا بدك تنتبهي، كل الرجال صنف واحد، ما بيتأمن لهم، بيكون عم يتظاهر انه بيحبك وبيخجل من النسوان، بس تغيبي ابصر شو بيساوي. مين جميل؟ انا واثقه منه 100%. ما قلتي لي
شو ساوت عندك مها مباري؟ اجت لعندي يا ستي لتودعني، قال رايحة على الدوحة بدها تعمل ريجين، كم بدي روح معها؟ وبعدين رحنا لعند مها الثالثة، قاعدة تشوفها. حزاب شو بدنا اليوم؟ ما بعرف. كوسة محشي. ليش ما بيض مقلي؟ امبارح كان لازم تغدى كوسة محشي، إمنا تغدينا بيض مقلي. إيه لا، المهم تستجي يوم ما تطبخ المحشي. ليش يعني؟ خاف ما يزعل أبي ويطلقها. ما شفت هذيك المرة شلون بنت الرجال طلق مرته لأنه ما طبخت له؟ البابا ما بيعملها، وبعدين بابا بحبها لماما ومستحيل إنه يطلقها. طيب افرض إنه طلقها، نحن مع مين بدنا نضل؟ مع أمنا ولا مع أبونا ولا نشرد بالشوارع؟ بس يطلقها من فكير. لا تعذب حالك، دق الجرس، أكيد المهم بالبيت. وشو يعني مخليك متأكد؟ ما هلا قلت لك ما بتسترجي اليوم ما تطبخ، شو نسيت؟ صحي ذهنك تخين. شوف ما بتسترجي بتطلقها بعدين. شو عم تحكوا؟ ويشي ويشي، لا في حكاك انت عم بحكي له اياها لاخي. ماشي حبيباتي، فوتوا سلوا على طبنا، يلا قوام. اهلين طارق، كيف دروسك؟ منيحة. تعال هون، ما بدك تعطيني بوسة؟ بعطيكي ليش لحتى ما اعطيكي؟ واحدين ثلاثة. شفت شو جبت لك معي؟ هدول قرايش للمدرسة، هلا بدنا نتغدى، اوكي؟ يلا نشوف. شو هاليوم عاد كله بوس وقرقيش ومحشي يا لطيف. وتقبر قلبي، يا ريت ابو طالع له. الله يخلي لك يا شو ظريف. شو لساتك هون؟ منتظره حضرتك استاذ. خير شو في؟ لا ما في شيء استاذ، بس قلت لحالي لتروح بنروح قصدي يعني بروح بعدك. انا توقعت انك رحتي لعند امك بعد نهايه الاجتماع. خفت تعتازني بشي شغله استاذ، ففضلت البقاء بجانبك لا اتلحلح استاذ. ماشي، بإمكانك هلأ تتلحلحي. استاذ صحيح، ميرسي كتير 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 على الورد اللي بعتي لي. قصدك اللي بعته لوالدتك المريضة. كلك ذوق استاذ. الله يشفيكي، الله يشفيها. بلا كلونيا. شباك عم تقلوش؟ رحت على طول استاذ. قولي على طولك. وين الموظفين؟ أبو قصدي انصرفوا استاذ، ما حدا بيضل بعد الساعة 2. لا لا حضرتك بدي اخذني معه. ماما جوعان. استنى ليجي ابوك نتغدى كلنا سوا. بدي اكل هلا. سليم المحشي لسه ما استوى. ما عليه، انا بحبه مو مستوي، صبي لي. بلا جلقه، قلت لك ما في غدا ليجي ابوك، يعني ما في غدا. وبركي تاخر. ابوك بحياته ما تاخر. انا جوعان. سليم شباب ما بصير لك شيء اذا استنيت شوي تاني. اذا ما رح تصبي لي هلا رح روح اكل كل الكيس اللي جابته الطنط معه. اصلا انت هذا اللي بدك اياه، روح كله. ياي. مها شوفي لي الرز استوى ولا لسه بده شوي؟ بيتحمل 5 دقائق. وانا هيك قلت. شو هاد؟ خاتم جديد؟ مبارح اشتريته حلو؟ بجنن، قديش اشتريتي؟ 5000 ليرة بس؟ ببين أكثر ما؟ فكرت حقه شي 10000، من وين اشتريتي؟ إذا بدك بدلك. حلو كتير على إيدك، تتهني. تسلم. هلا وقت البرواز. هاتي عنك، روحي جيبي الاكل. يسلموك. الاستاذ جميل مو؟ انا مها زميلة هناء. هناء جميل اجي حبيبك الكوسة محشي عم يستناك. بتدي باللور لصورتي؟ شكرا بابا. بابا منو هي اللي عنا؟ هي الطنط مها. مها
وهديك. ايش صار فيها؟ معقولة لهلأ ما استوى المحشي؟ أنا جعت، ما عاد فيني انتظر. لازم نروح لعنده وشوف شو القصة، لا تقوم نسيت. خليني انتظر شوي تاني، بجوز بدها تغدي جوزها والولاد بالأول، بعدين بتبعت لي. أكيد رح تبعت لي أكتر من اللي بدي أكله إذا رحت لعنده. بس ما ياكلوا الطبخة كلها وما يخلوا لي شي. بيعملوها